يلا فيو البارتيه قررت تبدا روح سبورتي امريكان اي روح اجري 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 يا ابو صبع ايوه السلام عليكم خوتي خواتاتي مرحبا بكم وتحياتي لكم جميعا. المهم راه حنا مازالين في فرنسا او ما تاكل دابا سيتنا امبارح شاخده عندهم. المهم الاخوان في هذا الفيديو غادي نشوفوا ردات الفعل ديال الجمهور المغربي في فرنسا بعض لي فيديو اللي ما كتشوفوهمش في التلفازه، ونفس الوقت نعلقوا على الماتش ديال اليوم المغرب امريكا. الجديد عند المنتخب المغربي هو انه الكره المغربيه تدخل للتاريخ مره اخرى. مبروك للمنتخب الاولمبي، تحياتي لهم، برافو عليهم. 4-0 راه غاديين في التصاعد من 2-1 من 3-4 وغاديه. المهم نتمنوا لهم التوفيق. الماتش الجاي ان شاء الله غادي يكون بين اليابان ولا اسبانيا. الى ربحات اسبانيا اليابان غادي نلعبوا معاهم، الى ربحات اليابان اسبانيا غادي نلعبوا مع اليابان. المهم اللي جا مرحبا به، دابا كلشي داز تحت رجلينا. المهم الاخوان بالنسبه للماتش ديال اليوم، الماتش ديال اليوم الاخوان هذوك الناس اللي مشاو شراو التذاكر ب 300 اورو اللي هي 3000 درهم 2000 درهم وما كاينينش صراحة، راه ما دوك الفلوس ما ضاعوش، لانه هذا المنتخب كيستاهل. اليوم شفنا كلشي، شفنا الكرة، شفنا اللعب، شفنا الانسجام، شفنا المراوغات، شفنا الاهداف، وحتى كلشي شفناه ولو محاولة، ياك محاولة وحدة اللي دار المنتخب الامريكي. رجعنا اليوم الصرف يعني. القضية في امريكا انا المعلم، ولكن برافو الدراري الصراحة والله إلا أن بون ماتش. حتى بالنسبة القائد اللي هو أشرف حكيمي اللي عارف كيفاش يسير الدراري في المجموعة، كيفاش كيهضر معاهم، كيفاش كيوجههم. مثلا كيما شفنا الرحيمي ضربة الجزاء الأولى ملي بغى يضربها حكيمي جا عنده الرحيمي قال لي راه بغيت نزيد نكون أنا هو الهداف، عطاها ليه ضربة. وعاوتاني بيلانتي الأخرى كان بغى يضربها بلال الخنوس ويلا دخل داك اللاعب ديال الرجاء سميتو موهوب يلا دخل بغاو يشجعوه قال لي اعطيها ليه ضربها وسجلها. برافو اشرف حكيمي، وما نساوش الهدف اللي سجل، وشفنا الفرحه ديال الام والعائله ديالو بالحضور ديال الرئيس ديال باريس سان جيرمان. كما قلت لكم اليوم كلشي شفناه، وما نساوش الياس اخ الدري ما شاء الله عليه، الدري كاين موهوب وسبحان الله العظيم ديما الابتسامه في وجهه. ضيع سجل ما سجلش طاح ديما الابتسامه، الماتش كامل هو تيضحك. الا لاحظتوا معايا الشكل ديالو ديال زياش، غير زياش هو شويه سميتو هذا غير ضاحك ما شاء الله عليه. ان شاء الله نتمنوا ليه التوفيق. حتى فين تيبان هذوك اللي تيقارنوا هذا مع لامين يامال ديال سميتو؟ فين اخي مولو عليه شهارب عليه. المهم غادي نرجعوا غير يبعدوا منا غير هادو نقطة ضعف واضحة جدا بمنتخب اسود الاطلس فهي المساحات. دخلنا في الجد ماتشات دور الثمانية، مواجهة المغرب وامريكا ودي اول مواجهة في دور يلا غير يبعدوا منا هادو غادي يمشيو بعيد والله العظيم. عرفتي هادو ترى صافي هاد السيمانة كاملة هادشي اللي باقي سميتو يوميا فيديو، كل دقيقة فيديو المغرب 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 تيقوسوا علينا. ها هو المنتخب ديالهم لاعب وما تيديروش عليه لي فيديو، مقابلين غير المغرب، ولكن راه المغاربة هما اللي سميتو تصروهم. اللي يطلع شي فيديو بدا يكتب لي ما شاء الله مرحبا بك في المغرب، مرحبا بك في المغرب. ودي طلعوا النيفو شوية الله يجازيكم بخير. ماشي انتم اخوتي الناس اللي متبعيني تنقولوا لهذوك صحاب التيك توك اخويا هادو راه تابع، عرفتي هادو والله الا تابع اكتشفت انا تابع تابعين الناس.
ما ليناش الجيران. شوف شوف واحد من الجيران شوف اسمع اسمع اقول ما يديروا لكم الوان بويط الوحده ديالي الوان بتشيلين دي موديل الحبس تيغوت يلا بدان تين مراركة المنتخب الجزائر خصنا نشجعوا في هاد الاولمبيات وحنا خاوه وجيه المنتخب الجزائري هاد المغربي رد على داك الاخر اللي قال لي هذيك المره ايامات كاس افريقيا ملي قال لي غيلعب مع والو كاس العالم كاس العالم ما عليناش خلونا من هادو اجيو نشوفوا الجمهور المغربي ما شاء الله شوفوا معايا الجمهور المغربي شوف المهم مازال فيديو الجاي مازال فيديو الجاي ان شاء الله فيما كان شي فيديو شي حاجه اللي ما كتشوفوهاش في التلفازه غادي نبارطاجيها معكم غير ما تنساوش الاشتراك لايك ما خسرش والو تحياتي لكم جميعا بالمناسبه ديال الفوز ديال المنتخب المغربي ونفس الوقت ان شاء الله نتمنوا لمصر حتى هي الماتش غيتلعب معها من بعد شويه دابا راه حاليا لاعبين نتمنوا لهم التوفيق حتى هما يدوزوا ايوا سيدي خليكم مع الجمهور المغربي دابا الله يخوش وانا طبقه هو